السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا اغلى متابعين؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. والنهارده يوم جديد من يوميات بوسي، ويومنا النهارده هنعمل فيه طريقه تحضير بودره التمر هند اللي قلت لكم عليها في الفيديو اللي فات. ان شاء الله هعملها لكم النهارده. مقاديره سهله جدا جدا وارخص واوفر من بره. طبعا ده التمر هندي الصناعي مش الطبيعي، بس بيديكي طعم الطبيعي، و يعني في ناس بتحب المذاق الطبيعي، في ناس بتحب المذاق، واولهم ولادي بيحبوا مذاق التمر الهندي ده. طبعا انا لو ما عملتوش في البيت هم بيشتروه من بره، فانا هعمله لهم في البيت هيكون انضف واوفر. بس عايزه اقول لك قبل ما ابدا الفيديو، حطي لايك للفيديو، ولو لسه جديده في القناه اشتركي في قناتي وفعلي زر الجرس عشان يوصلك اشعار بكل جديد بامر الله. يلا نشوف انا جبت ايه. انا جبت انا عندي السكر، طبعا كل بيت ما بيخلاش من السكر في رمضان، سواء تومين او بتجيبي باكيتا او بتزودي علشان خاطر العصاير. فانا عندي كيلو سكر، وعندي هنا ده اسانس جوز التمر هند، اسفه اسانس تمر الهند ده بيتباع عند العطار. الحبه دول عاملين حوالي 10 جنيه، انا شاريه دول ب 10 جنيه، وشاريه كمان لون الشوكولاته دول ب 5 جنيه. يعني انا عايز اقول لك بس الكميات، انا ما فضيتش حاجه خالص عشان اوريكي بس الكميات عامله قد ايه. وده ملح ليمون، دول عاملين 3 جنيه، كميه كبيره جدا اهي. عايز اقول لك الكميه اللي انا شارياها دي بتاعه الاسانس وبتاعه اللون وملح الليمون، دول يعملوا معاكي حوالي 5 كيلو سكر تعمليهم تمر هند، يعملوا معاكي حوالي 5 كيلو تمر هند. هنا اول حاجه تجيبي حاجه ناشفه علشان تقلبي فيها، طبعا مش لازم يكون فيها ميه خالص. هضيف كيلو السكر، ولو انت عايز تعملي اكتر زي ما قلت لك الكميه دي تعمل لك اكتر من كده. انا كل اللي اشتريته هنا حاجات كده ب 18 جنيه، اللي هو ب 3 جنيه ملح ليمون، وب 5 جنيه لون الشوكولاته، وب 10 جنيه الاسانس التمر هند. عند اي عطار دول موجودين ومتوفرين. دول ب 18 جنيه دول يعملوا معاكي حوالي 5 كيلو سكر. انا هنا خدت معلقه واحده بس من ملح الليمون، كل ما انت تحبيه مزز زودي ملح الليمون براحتك، لكن هي معلقه على الكيلو حلوه جدا. وهضيف كمان نص معلقه من لون الشوكولاته، وممكن تقللي في اللون لو انت حابه. هضيف نص معلقه على الكيلو، تمام. زي ما قلت لك الحاجات دي هتفضل، هعمل بيها مره تانية لو انا عايزه. يعني كل ما يخلص من عندي هيبقى عندي الاسانس وعندي اللون وعندي ملح الليمون، وهعمل في اي وقت بعد ما الكيلو والكمية دي تخلص معايا اعمل تاني. هضيف هنا حبة من هضيف بس معلقتين اتنين بس من الاسانس، اسانس التمر هند دول ب10 جنيه زي ما قلتلك، هيعملوا معاكي ممكن يعملوا معاكي 5 كيلو من السكر، هيدوكي ريحة ولون 5 كيلو من السكر. طبعا لو انت بتحبيه مركز، انا هنا زودت شوية معلقتين او معلقتين وشوية كمان زودتهم، يعني هنا عندي التمر ده هيبقى مركز وهيبقى حلو جدا، يعني اقل كميه فيه هيديكي طعم ومذاق حلو قوي قوي. هنشيل بقى الحاجات دي كده، وهنحتاجها كل ما نحتاجها هنعمل منها زي ما قلتلك حاجات موفره وسهله وبسيطه. هي الحاجات دي بس اللي بيحطوها، ومش بيحطوا زينا كده بزياده، لا بيحطوا اقل من كده في الاسانس وفي اللون، بيحطوا اقل من كده بره علشان خاطر طبعا يرمي معاهم كميه كبيره ويقدروا طبعا يبيعوه بسعر اغلى. وكيلو السكر ب7 جنيه ونص، انا جبت الباكيت عامله 75 جنيه، يعني الكيلو عامل 7 جنيه ونص من السكر. يعني التكلفه دي كلفتنا حوالي 10 جنيه، وعملت كيلو من التمر الهند. الكيلو بره بيتباع ب20 جنيه، طبعا اوفر وارخص وانضف، وانت عارفه عملت ايه. هنقلبه كويس جدا كده لحد كل لون السكر ما يختفي ويبقى كل لون واحد، هيدينا لون اسمر جميل زي ما انتم شايفين كده، لونه حلو قوي قوي. وده اسرع تمر هند ممكن تعمليه في ثواني، بتحطي الميه الساقعه او السكر وبتقلبي، وممكن كمان ما تضيفيش سكر، يعني لو انت بتحبيه مسكر زياده هتضيفي سكر وانت بتحضريه، ما بتحبهوش هتضيفي بس كده وهو فيه السكر، وهيديكي مذاق وطعم حلو ان شاء الله. بس كده خلاص كده تمام. لو انت يعني الكمية دي بره ممكن يضيفوا عليها كمان نص كيلو او كيلو من السكر كمان علشان يخففوه ويبقى اخف من كده، لكن احنا عاملينه مركز. بصوا بقى كوباية المية دي كده الساقعة، وتحطي كده معلقة كبيرة من التمر اللي احنا عملناه، هيبقى جاهز معاكي اسرع تمر ممكن تعمليه في ثواني. وطبعا زي ما قلت لكم اللي بيحب التمر الهند الطبيعي بيكون افضل من ده، لكن طبعا في ناس بتحب المذاق بتاع التمر الهندي ده اكتر من التاني، واولهم ولادي زي ما قلت لكم. كده احنا حضرنا التمر الهند بسرعه زي ما شفتوا لونه عامل ازاي،
لونه تحفة وطعمه حلو جدا جدا، حاجة نظيفة زي ما قلتلك. كل حاجة نعملها في البيت بإيدينا السنة دي. أتمنى بقى تعملوا لايك للفيديو ده علشان يوصل لناس كتير، وناس كتير تشوف الفيديو. ولو لسه جديدة معايا في القناة اشتركي في القناة وفعلي زر الجرس، هيوصلك إشعار بكل جديد إن شاء الله. اللي ما شافش فيديو الصوبيا هسيب لكم الرابط بتاعه في صندوق الوصف تقدروا تشوفوه. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.